ونبدأ في خبر من نادي بايرن ميونخ. الحقيقة نادي أو رئيس نادي بايرن ميونخ بيكشف مصير ألفونسو ديفيز النهاردة. أعلن طبعا هيربرت هاينز ده مدير أو الرئيس نادي بايرن ميونخ موقفه من أنباء بيع الكندي ألفونسو ديفيز طبعا نجم البافاري لريال مدريد الصيف اللي جاي. في تقرير قالت ان العلاقه متوتره جدا ما بين اداره البايرن والفونسو ديفيز بشان طبعا رفض اللاعب الكندي التوقيع على تجديد تعاقده مع البايرن. هاينز قال في التصريحات ابرزها طبعا الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو خبير الميركاتو على شبكه اكس او شبكه تويتر ان بيقول انه معانا بموجب عقد ينتهي في يونيو 2025 وبيقول انه احد افضل الاظهره بالعالم. ده طبعا على لسان هاينز رئيس نادي بايرن وقال بالطبع نريد الاحتفاظ بديفيز في بايرن ميونخ وأأمل أن تكون رغبته أيضا في البقاء معنا. بعد التقرير يمكن ذكرت أن بايرن مستاء للغاية من سلوك طبعا نضال يعني ده طبعا نضال حوسة ده وكيل ديفيز وصديقه المقرب اللي أطلق يمكن العديد من التصريحات في الفترات الأخيرة من بينها ان هناك العديد من الانديه اللي بتسعى للتعاقد مع النجم الكندي. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم ريال مدريد مهتم جدا جدا بالفونسو ديفيز يعني باك شمال عصري طبعا باك شمال قوي جدا والحقيقه فعلا في بعض التقارير بيقول ان ريال مدريد مهتمه جدا بانضمام هذا اللاعب. على الجانب الاخر الفونسو بيرفض طبعا تمديد التعاقد معه مع بايرن ميونخ اللي هينتهي لسه في صيف 2025 وبالتالي كل المؤشرات بتقول ان يمكن يكون الخطوه اللي جايه هو انتقال الفونسو الى ريال مدريد.